اهلا بيكم في قناة خضرونيوم وكيمياء الحياة، معاكم محمد خضر، والنهاردة هنتكلم عن وجبة المشاعر الملتهبة، ملكة الكمفورت فودز، الشوكولاتة. يا جماعة، ايه تركيبها الكيميائي والمواد الفعالة اللي فيها، وازاي بتشتغل على اجسامنا وعقولنا، وايه سر الاختلاف في الجودة بين انواعها المختلفة، ومنين هي حلوى شريرة بتسبب زيادة الوزن ومرض السكر وتسوس الاسنان والخ الخ، وفي نفس الوقت وجبة ربانية بتحمي من أمراض القلب والشرايين وتجدد الشباب وتكافح تسوس الأسنان برضو وتجلي الصدر وتجلب الحبيب وإلخ إلخ. نصدق مين إحنا بقى دلوقتي؟ قبل ما نتكلم عن التركيب الكيميائي للشوكولاتة اللي بيوصل لأكتر من 600 مركب وفقا لآخر دراسة اتعملت، حتى تاريخ تصوير هذا الفيديو هتلاقوها تحت في المصادر، خلونا الأول نتكلم عن المراحل اللي بتعدي عليها الشوكولاتة قبل ما توصل لنا عشان نفهم سبب التعقيد الكيميائي لتركيبها. بتبدأ رحلة الشوكولاتة من شجرة الكاكاو اللي اسمها العلمي ثيوبروما كاكاو، وموطنها الأصلي أمريكا الوسطى. أول ما بتنضج ثمار الكاكاو بيتم جمعها واستخراج البذور ولبها في خلال ساعات من الحصاد علشان ما نلحقش نفقد العصارة السكرية للفاكهة. بعد كده بيتم تخميرها لمدة 6 أيام في المتوسط. أثناء عملية التخمير بتتحول العصارة السكرية لكحول وبعدين حمض، كل ده بيسبب تفاعلات جوه البذور بترفع تركيزات المواد المميزة لنكهة الشوكولاتة. بعد كده بيتم تجفيفها في الشمس لمدة 4 أيام، وبعد كده بتتحمص وتتقشر وتتفرم، ونكون وصلنا بكده لمعجون الكاكاو. المعجون ده ممكن نضيف عليه حليب وسكر ونعمل الشوكولاتة مباشرة، أو ممكن نستخرج منه زبدة الكاكاو لاستخدامها في استخدامات أخرى زي مستحضرات التجميل أو عمل الشوكولاتة البيضاء، ويفضل معانا بودرة الكاكاو المجففة اللي ليها صلاحية أطول، وممكن برضو نرجع نعمل منها شوكولاتة عن طريق إعادة خلطها بزيوت وسكر وحليب. عملية تصلب الشوكولاتة بعد سهرها مع الإضافات اللي اتكلمنا عنها لازم تتم وفقا لنظام دقيق من التسخين والتبريد المتكرر عند درجات حرارة معينة، وهو ده اللي بيحدد جودة قوام المنتج النهائي للشوكولاتة. العملية دي اسمها تصليد الشوكولاتة Chocolate Tempering، وبيتم فيها رص الوحدات البنائية لزبدة الكاكاو في نظام بلوري معين Crystal Structure، وهو ده اللي بيحدد تجانس ودرجة انصهار منتج الشوكولاتة النهائي. واحدة واحدة بقى علشان نفهم كيمياء موضوع النظام البلوري ده، لأنه جوهري في تحديد جودة المنتج النهائي للشوكولاتة. المادة الدهنية الموجودة بشكل طبيعي في بذور الكاكاو المعروفة باسم زبدة الكاكاو بتتكون من دهون ثلاثية بالميتات ستيريت وليت. ما تشغلوش بالكو بالتركيب الكيميائي والمسميات والبنية الذرية، بصوا على شكل الوحدة البنائية للدهون الثلاثية دي، هتلاقوها دراعين طرفيين في ناحية ودراع في النص في ناحية تانية. لو بصيتوا من بعيد شوية هتلاقوا شكلها بالظبط زي شكل حرف H small. عندنا بقى ملايين من الجزيئات دي اللي لازم تترص على بعضها أثناء عملية تصليد الشوكولاتة علشان نحصل على قالب شوكولاتة. الجزيئات دي ممكن تترص على بعضها بواحدة من 6 طرق ممكنة. أحد هذه الطرق مثلا إن كل جزيئين يقفلوا على بعض زي ما انتوا شايفين باللون الأصفر وكأنهم كرسي مقلوب على التاني، ويكونوا سلاسل ثنائية الحلقات لأن في فراغين بس ما بين كل جزيئين. ده بنية بلورية ممكن نحصل عليها عن طريق التسخين والتبريد عند درجة حرارة معينة. نظام تاني ممكن نحصل عليه عن طريق التسخين والتبريد عند درجة حرارة تانيين خالص، هو ان كل جزيئين يترصوا على بعض زي ما انتوا شايفين باللون البني ويكونوا سلاسل ثلاثية الحلقات علشان في 3 فراغات ما بين كل جزيئين، وهكذا. 6 طرق ممكنة بتنتج 6 بنيات بلورية مختلفة ب6 درجات انصهار مختلفة. ال6 طرق دول بيطلعوا الشوكولاتات بدرجات الانصهار اللي انتوا شايفينها. تفتكروا مين اجود شوكولاتة فيهم علما بان درجة الحرارة داخل الفم 37؟ الله ينور عليكم، 34 فعلا هي انسب درجة انصهار للشوكولاتة علشان تحافظ على تماسكها في درجة حرارة الغرفة وتدوب في الفم أول ما تاكلها.
عملية تصليد الشوكولاتة دي لو ما تمتش بنجاح، الشوكولاتة مش بس هتسيح على نفسها عند درجة حرارة الغرفة وتفقد شكلها، لا ده ممكن يحصل لها مشاكل كتير نتيجة زيادة التشوهات في بنيتها البلورية. أحد هذه المشاكل مثلا إن الشوكولاتة يبقى ليها قوام محبب أو تظهر عليها بقع بيضة فيما يسمى بظاهرة الإزهار بلومينج، ودي المشاكل اللي بنلاحظها في الأنواع الرديئة من الشوكولاتة. ده بالنسبة للمصفوفة الدهنية اللي بتشكل 60% من بذور الكاكاو. نيجي بقى للمواد الفعالة للشوكولاتة داخل هذه المصفوفة الدهنية. علشان ما اطولش عليكم النهاردة هتكلم بس عن 3 مواد، ولو شفت من تعليقاتكم انكم مهتمين تعرفوا اكتر بإذن الله هبقى اكمل الموضوع في فيديو تاني. اهم مادة فعالة موجودة في الشوكولاتة هي الثيوبرومين، هو ده المركب اللي قدرنا عن طريقه نتتبع تاريخ الشوكولاتة لأكتر من 3400 سنة، وعلشان كده المركب ده اتسمى على اسم شجرة الكاكاو نفسها ثيوبروما كاكاو. لو بصيتوا على الفرق في التركيب الكيميائي بينه وبين الكافيين اللي بالمناسبة برضو موجود في الشوكولاتة لكن بتركيزات قليلة، هتلاقوا ان الفرق يتمثل في مجموعة الميثايل دي اللي باللون الأحمر. الفرق البسيط ده بيخلي الثيوبرومين منبه تاني خالص غير الكافيين. إذا كان الكافيين بيزود النشاط الجسدي بشكل عام، فالثيوبرومين بيركز على زيادة يقظة وصفاء الذهن، وهو المسؤول عن الإحساس بالعمق بعد تناول الشوكولاتة. والثيوبرومين برضو موسع للأوعية الدموية وملين ومدر للبول ومثير جنسي. والثيوبرومين هو برضو المركب المسؤول عن سمية الشوكولاتة للكلاب والقطط، لأن أجسامهم ما بتقدرش تكسره أو تطرده بسهولة زي أجسامنا. تاني مادة فعالة في الشوكولاتة هي الأناندامايد، اللي اشتق اسمها من الكلمة الهندية أناندا بمعنى الفرحة. طب وإيه علاقة اللغة الهندية بالموضوع؟ أقول لك أنا، المادة دي من ضمن المواد الفعالة الموجودة في مخدر الحشيش اللي بيتعمل من نبات القنب الهندي اللي موطنه الأصلي الهند، وهو ده أهم مركب مسؤول عن الشعور بالسعادة بعد تناول الشوكولاتة، وبيشتغل على المخ بالظبط زي الحشيش، وبرضه بيسبب الإدمان، وهو المسؤول عن اشتياقنا للشوكولاتة. الأناندامايد بالإضافة لكونه مهدئ ومضاد للاكتئاب برضه بيقلل من معدل نمو الخلايا السرطانية. تالت مركب فعال في الشوكولاتة هو مش مركب واحد، هي مجموعة مركبات بتندرج تحت تصنيف عائلة الفينولات المتعددة. المركبات دي بشكل عام عبارة عن مضادات أكسدة بتفرزها النباتات لحماية أنسجتها من الأكسدة الناتجة من أشعة الشمس فوق البنفسجية. بعض هذه المركبات بشكل خاص عبارة عن مضادات حيوية بتفرزها النباتات لحماية نفسها من بعض أنواع البكتيريا. المركبات دي فعالة برضو لمكافحة تسوس الأسنان. أي نعم تركيزاتها في الشوكولاتة أقل من إننا نستخدمها لعلاج عدوى بكتيرية قائمة، لكن الاستهلاك المعتدل ليها على المدى الطويل له آثار إيجابية نقدر نقول وقائية. ومن ضمن مركبات الفينولات المتعددة دي مركبين مهمين جدا، الكاتيكين والإبيكاتيكين. المركبين دول بيوسعوا الأوعية الدموية بما ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب، وكمان في دراسات لاستخدامهم لتنشيط الدورة الدموية المخية وتطوير أدوية لعلاج السكتات الدماغية والزهايمر. الله، طب لما هي الشوكولاتة مفيدة قوي كده وكلها منافع، أمال كانوا بيحوشوها عننا ليه من واحنا صغيرين؟ أيوة، المواد دي موجودة في خام الكاكاو اللي بيتواجد بنسب أقل من 30% في معظم منتجات الشوكولاتة بالحليب. المنتجات دي بيبقى فيها سكر أكتر من خام الكاكاو نفسه، وأه من السكر وبلاوي السكر، صدق اللي سماه سم أبيض. 95% من المشاكل والمضاعفات اللي بتيجي من تناول الشوكولاتة سببها السكر، وال5% التانيين سببهم برضو إضافات بتتحط على الشوكولاتة زي اللايسيثين مثلا اللي بيسبب الجلطات والعياذ بالله، لكن الشوكولاتة الخام نفسها بريئة من كل هذه المشاكل. وهتلاقوا فعلا الدراسات اللي تحت في المصادر واللي في جوجل واللي في أي حتة بتحصر فوائد الشوكولاتة في الشوكولاتة الغامقة الدارك تشوكلت اللي في محتوى الكاكاو فيها فوق 70%، ويا حبذا لو عملنا اوفر كوركشن وبقينا ناكل حبوب الكاكاو المتحمصة. اي نعم هي مرة شوية في الاول، لكن بالتعود
هنستمتع بطعمها وهنتعجب احنا ازاي كنا بنرتكب جريمة في حق الشوكولاتة لما كنا بنخلطها بالسكر. الكلام ده يفهمه كويس قوي مزاجنجية القهوة اللي يعرفوا قيمة ومفعول القهوة السادة. طب بغض النظر عن الحلاوة الناتجة من إضافة السكر للشوكولاتة، أنهي مادة كيميائية في المواد اللي اتكلمنا عنها دول بقى هي المسؤولة عن الطعم المميز لنكهة الشوكولاتة؟ الإجابة ولا واحدة فيهم وكلهم في نفس الوقت. طب إزاي الكلام ده؟ الطعم المميز لنكهة الشوكولاتة هو ناتج امتزاج مجموعات كبيرة من المركبات، كل مجموعة فيهم مسؤولة عن أحد مركبات التذوق الخمسة دول: حلو، حامض، دهني، قابض، مر. لو جينا بقى نبص على توصيف المركبات المسؤولة عن نكهة الشوكولاتة هنلاقي زي ما حضراتكم شايفين كده، ده رسم راداري كل ما بنبعد فيه عن مركز الدايرة معناه إن تركيز المادة دي بيزيد، وهنلاقي إن أكتر مواد من حيث التركيز باللون الأزرق الغامق هي مجموعة المواد المرة اللي بتبدأ بالثيوبرومين فوق خالص لحد الأيزوليوسين على اليمين، يليها في التركيز مجموعة السكريات باللون الأزرق الفاتح، ودي كلها سكريات موجودة بشكل طبيعي في الشوكولاتة، يليهم مجموعات المواد الحمضية باللون الأحمر، وبعدين مجموعة المواد القابضة باللون البنفسجي، وأخيرا أقل تركيزات لمجموعة المواد الدهنية باللون الأصفر. أهو خليط ال 36 مركب دول بالنسب دي هو نكهة الشوكولاتة. وطبعا زي ما انتوا شايفين لو حبينا نضيف نكهة الشوكولاتة لحاجة أسهل لنا وأرخص لنا بكتير إننا نحط كاكاو طبيعي بدل من إننا نحاول نحاكي نكهته عن طريق تحضير الخليط المعقد ده. خلاصة الكلام، الكاكاو هدية ربانية بالظبط زي ما شعب الأزيتك سموه من أكتر من 3400 سنة. الهدية دي أفسدتها يد الإنسان بالإضافات زي ما أفسدت حاجات كتير، وأسلم طريقة للاستفادة من الكاكاو هو الرجوع للأصل الغير ملوث بالإضافات اللي زي السكر واللايسيثين. الدور بقى عليكم تكتبوا في التعليقات إيه أكتر نوع شوكولاتة بتحبوه، والنوع اللي هيحصد أكبر عدد من الأصوات هعمل فيديو تحليل كيميائي كامل عنه علشان نفهم إيه سر شعبيته. أتمنى يكون الفيديو أفادكم وعجبكم، لو كان كده ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك، واللي اشترك يتفرج على الفيديوهات القديمة ويستنى الجديد. شكرا على المتابعة والدعم، والسلام عليكم.